من قمة جسر البرج ومن ممراته الزجاجية يمكن للزائر الاستمتاع بالمناظر المذهلة ومشاهدة الحياة السريعة في العاصمة البريطانية لندن. يعبر الجسر نهر التايمز ليرسم لوحة فريدة أمام مشاهديه، ذلك البرج الذي قام بإنشائه نحو 432 عاملاً خلال 8 سنوات بين عامي 1886 حتى 1894 للميلاد. ومن عمق نهر التايمز يظهر 2 من الأعمدة الضخمة تحمل الجسر الذي يبلغ وزنه 11,000 طن من الحديد، ويصل طول الجسر إلى 244 متراً ويبلغ ارتفاعه 65 متراً. يسمح الجسر بمرور البواخر من خلال بوابة من قسمين تفتح تلقائياً، ويتم تشغيل البوابات الآن بمضخات هيدروليكية فيما كانت تعمل خلال فترات سابقة بمحركات البخار، ويتم فتح هذه البوابات نحو 900 مرة في كل عام. تم تزويد البرج الجنوبي بمجسمات لمن أفنوا أعمارهم في بناء الجسر، وفي الجانب السفلي يتم عرض محركات التشغيل القديمة التي كانت تعمل بالبخار والفحم لفتح وإغلاق البوابات. يجذب جسر لندن أكثر من 500,000 سائح في العام ليصبح أيقونة سياحية ومعمارية في قلب العاصمة لندن.